نبدأ أخبارنا المحلية النهاردة من موقع مبتدأ. والسيسي يبحث مع الحكومة خطتها الاقتصادية للفترة المقبلة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتماعا أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. حضر الاجتماع وزراء التخطيط والاستثمار والتموين، وتمت مناقشة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الاستثمار وكذلك العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لجذب رؤوس الأموال. وفي سياق آخر، من المقرر أن يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة أخبار اليوم بمشاركة 14 وزيرا يمثلون المجموعة الاقتصادية. منها إلى موقع فيتو، الرئاسة تطلق آلية جديدة لخدمة تلقي شكاوى المواطنين بكل المحافظات. كشف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عن إطلاق آلية جديدة لتفعيل أداء مكاتب خدمة تلقي شكاوى المواطنين التابعة لديوان كل محافظة تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي السلطة بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين. وأوضح المكتب الإعلامي خلال لقائه الدوري بمحرري الرئاسة أن مؤسسة الرئاسة ستشرف بنفسها على هذه المكاتب، وسيتم متابعتها من خلال جولات من مختلف المحافظات للتأكد من سير الاهتمام بالشكاوى من خلال الأكواد الخاصة بكل شكوى، وتفعيل وضع حلول لها بصورة لا مركزية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبء السفر إلى القاهرة لتقديم الشكوى بمقر مؤسسة الرئاسة. تعالوا نروح لجريدة اليوم السابع، والقوات المسلحة نلتمس من قيم الهجرة نبراسا للعمل في حماية الوطن. أكد الفريق أوى صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتي إجلالا وتعظيما لمبادئها وأهدافها التي نلتمس منها نبراسا يضيء لنا الطريق في شتى مناحي الحياة كشعب يتمسك بقيمه وعقيدته وكجيش وطني قوي يحمي مقدرات الوطن واستقراره. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة العام الهجري الجديد 1437. تعالوا نروح للبوابة نيوز وقمصان. نتيجة انتخابات المرحلة الأولى 30 أكتوبر والثانية 4 ديسمبر، قال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أن نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستعلن 30 أكتوبر، بينما ستعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 4 ديسمبر. كما أوضح أن قانون تقسيم الدوائر الحالي سيلغى مع البرلمان القادم وسيتم صياغة قانون جديد. وأشار قمصان أيضا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على منح 81 منظمة دولية ومحلية تصريح بمتابعة الانتخابات البرلمانية. من الوطن، القوى العاملة تبدأ قبول طلبات العمل ل 353 فرصة في الكويت اليوم. بدأت وزارة القوى العاملة أمس ولمدة 10 أيام قبول طلبات راغبي العمل على 353 فرصة عمل لدى 3 شركات بالكويت، والراتب حسب سنوات الخبرة، فضلا عن توفير السكن والبدلات والمواصلات والإضافي وتذاكر السفر. أوضح وزير القوى العاملة أن طلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة مرفق بها السيرة الذاتية شهادات الخبرة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم اختيارهم بهم، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها. تعالوا نروح لخبرنا الرياضي من مصراوي ميدو. محللا لمباراة السوبر والإسماعيلي يحصل على 50% من أجره. أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أنه سيقوم بالتحليل الفني لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وسمحت إدارة النادي الإسماعيلي لميدو أن يقوم بتحليل المباراة عبر قناة الحياة شرط الحصول على 50% من أجره. وتقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل غدا في مدينة أبوظبي الإماراتية بين الأهلي والزمالك. تعالوا نروح لاخر خبر معنا في اخبارنا المحليه النهارده من جريده الشروق. والقاهره السينمائي يهدي جائزه فاتن حمامه للنجمه العالميه كلاوديا كاردينالي. وقع اختيار دكتور ماجد واصف رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي على النجمه العالميه كلاوديا كاردينالي لمنحها جائزه فاتن حمامه التقديريه، والتي تقرر ان يهديها المهرجان مع كل دوره جديده للشخصيات السينمائيه المصريه والعربيه والعالميه التي ساهمت في الارتقاء بالفن السينمائي. ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا المحلية. الأخبار العالمية بعد الفاصل، مشاهدينا خليكم معانا.
الخبر في أخبارنا العالمية النهاردة من شبكة CNN، حرب وكالة بين روسيا وأمريكا في سوريا تدفع بالمزيد من اللاجئين وضحايا المدنيين. علقت شبكة CNN على إعلان المتحدث باسم البنتاغون أن الطائرات الأمريكية ألقت 50 طنا من الذخائر لمجموعات عربية سورية. وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الحرب الأهلية السورية تحولت إلى حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة، وحذرت أن الوضع يزداد خطورة حيث يسقط المزيد من القتلى المدنيين يوميا ويواصل الملايين الفرار إلى دول أخرى. تضيف أيضا أن خطر تنظيم داعش الإرهابي أو ما يطلق على نفسه الدولة الإسلامية يتصاعد مع توسيع البؤر الإرهابية في الأراضي المضطربة. تتوقع برات ستابلتون الزميل الزائر بمعهد كاتو أن مزيد من الدماء في سوريا سوف تكون، وأيضا يضيف أن واقعيا فإنه على الرغم من الانتفاع من الأسلحة الأمريكية فإن قوات التمرد في سوريا ليس من المرجح أن تكون قادرة على التغلب على قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا. يشير أيضا إلى أنه مثلما كان الحال وقت الحرب الباردة فإن موردي الأسلحة الروسية والأمريكية سوف يشجعون ببساطة إشعال الصراع، ومن ثم يتسببون في مزيد من الموت والدمار. من الموندو، والاتحاد الأوروبي لا يرغب في تكرار خطأ تفكيك الإدارة في العراق. ترى صحيفة الموندو الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في تكرار الخطأ الذي حدث في العراق من تفكيك الإدارة، ولذلك فهو طالب روسيا التركيز على جهودها على الأهداف المشتركة للتوصل إلى حل سياسي للصراع. ولذلك فإن موسكو تحت ضغط حاليا من أجل الحد من العنف وتنفيذ التدابير الرامية إلى استعادة الثقة، مشددة على أن موسكو شريك أساسي في الهجمات الجوية والبحرية ضد داعش في سوريا. تعالوا نروح لآخر خبر معنا في أخبارنا العالمية من نيوزويك، ودراسة علمية الفتيات المولودات في شهور الصيف أكثر صحة. ذكرت دراسة علمية حديثة أن سن بلوغ الفتاة وصحتها العامة في تلك المرحلة ربما يتم تحديده جزئيا بالشهر الذي ولدت فيه. تشير الدراسة إلى أن تعرض الأم المتوقع لضوء الشمس خلال النصف الثاني من فترة الحمل ربما يكون هاما في تطور الجنين، ويساعد التعرض للشمس للجسد على إنتاج فيتامين دي الأساسي لبناء صحة جيدة. وجد فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج أن الإناث اللاتي ولدن في شهور الصيف أكثر صحة عن مولودهن مقارنة بهؤلاء اللاتي ولدن في الشتاء، كما أنهن أيضا أطول قائمة بعد بلوغهن وأطول قامة عفوا يعني بيبقوا أطول يعني، وتبدأ سن البلوغ في وقت متأخر. من المرجح أيضا أن تحقق الفتيات المولودات في شهور الصيف تحقيق مستوى أعلى في التعليم. يعني ده كان بحث يعني. تعالوا أقول لكم بقى على موضوع كده يمكن اتكلمنا فيه قبل كده من شوية، يعني على موضوع التصريحات اللي قالها مستشار رفعت قمصان. انتشر في الشارع المصري الحديث حول التصريح الأخير للواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، واللي كان تحت عنوان صاحبات الشرطات ممنوعات من دخول لجان الانتخابات. المواطن المصري انتابه حالة من التعجب والاستغراب من هذا التصريح، ورفض الأسلوب والألفاظ اللي قالها اللي رفعت قمصان. كمان قابلت بعض المواقع الإخبارية والمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها من التصريحات دي، قابلتها بسخرية. على الفور قام السيد اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات بالتعقيب على التصريح ده، وقال كان يقصد البنات الأجنبيات. ليه بقى؟ تفاصيل الخبر بتقول ان التصريحات دي مش صحيحة ومش دقيقة وتهويل شديد جدا ومبالغ فيه. ده الكلام اللي قاله السيد اللواء على التساؤل بشأن منع دخول اصحاب الشرطات الساخنة في لجان الانتخابات، وقال ان كل اللي هو كان يقصده منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولية مش اي حاجة تانية. واكد كمان احنا بنتعامل في اطار قواعد وتقاليد وما يصحش على أي أجنبية قائمة إن هي تيجي تتابع العمليات الانتخابية بشورت ساخن، خصوصا لو كانت في الصعيد لكونها تمارس عملها يعني، بس ده أمر غير مقبول وعلى خلاف العادات والتقاليد. المفروض إن هم يحترموا العادات والتقاليد بتاعتنا. طيب أنا يعني عايزة أقول لكم على حاجة، بس هو الموضوع واضح إن التصريح أخذ حجم مش هو يعني. طب احنا عشان بس نوضح الموضوع ده معانا على الهاتف سيادة اللواء رفعت قمصان. سيادة اللواء صباح الخير. ازاي حضرتك يا فندم؟ وطبعا احنا كان يجب توضيح هذا التصريح لان احنا لقينا مواقع اخبارية كتير وناس كتير انتشرت شائعات وكل واحد حط كلمة من عنده، فعايزين نعرف بس تحديدا ايه الموضوع ده بالظبط.
استاذه ما انا اوضح الامور تماما. انا كان في اجتماع امبارح لسكرتيري عموم المحافظات ممثله اجهزه الدوله اللي لهم صله بالانتخابات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تمهيدا لغرفه العمليات الخاصه بيوم الانتخابات، وحضر السيد وزير التنميه المحليه تمام وشرحنا للناس كلها ضروره تقديم تاشيرات وتسهيلات للداخلين. تمام. وانا في الحقيقه الفتره الاخيره كنت جمعت كل قنوات اللجنه العليا للانتخابات وكل الجوانب الخاصه بالانتخابات وعملتها في برزنتيشن متضمن حالات بطلان الصوت، كيفيه الابلاغ بالصوت، كيفيه الحصول على المعلومات الانتخابيه من جانب الناخب تسهل مهمته. كل الاحصائيات الخاصه بالعمليه الانتخابيه. وعملتها في برزنتيشن استعرضته. ودعينا الساده الاعلاميين الموجودين عشان يتمكنوا من الاطلاع على هذه الذخيره القيمه جدا ويستفيدوا بها في توعيه الناخبين والمرشحين. واتكلمت عن كل هذه الجوانب ومنها ان اللجنه العليا وافقت لعدد من المنظمات على الدوليه للمشاركه. وهذه المنظمات مرحب بيها وهي عدد كذا منظمه سته. في منظمات مرحب بيها ومنظمات لا. لا اللي اتقدم بطلب وتنطبق عليه الشروط بنرحب بيه تماما يعني. تمام تمام اتفضل. ويجب ان المنظمات دي في قواعد دوليه ومساق دولي بيحكم عملها. اللي هو احترام القوانين المحليه واحترام العادات والتقاليد وعده بنود يعني. تمام. وعند احترام العادات والتقاليد ضربت مثل بان من غير الملائم او اللائق ارتداء الشورت في مناطق اجتماعيا لا تسمح بهذا مثل الصعيد مثلا. فطبعا الخبر نقل محرف انه فهم منه ان المقصود به المواطنين المصريين في ترددهم، يعني يا استاذه ما بنلبس الشرطات احنا ستاتنا ورجالنا ورجالتنا في حركاتنا العاديه في الشوارع. حاجه انا باسف شده الاسف ان الاعلام او المندوبه اللي كتبت الكلام ده تركت كل هذه الذخيره اللي كانت تفيد المواطنين جدا 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 شغلت الناس بامر جاء في سياق الحديث بشكل عفوي. اصل سياده اللي هو حضرتك قلت لي دلوقتي قائمه من الـ يعني الاشياء اللي حضرتك عملتها في الانفيتيشن دي اللي بتقول عليها وبعد كده كل ده تم تجاهله وجينا بقى عند اللي لابسه شورت ولا مش لابسه شورت. للاسف الشديد. عموما يا فندم يعني واضح ان احنا شغال يعني الناس شغلت نفسها خصوصا المواقع اللي هي ما فيش اشراف عليها، يمكن دي كانت مشكله من المشاكل سياده اللواء ان في مواقع كتير اخباريه مش رسميه وكمان ما فيش اشراف عليها فبيكتبوا اي حاجه وللاسف انتشارهم بيبقى سريع جدا لان هم بينتشروا على الموبايلات وعلى الفيسبوك فدي مشكله. هذا قدرنا. معلش عموما يعني المطلوب من حضراتكم التوضيح فورا بعد اي خبر مغلوط خصوصا يا فندم ان الوقت اللي احنا فيه ده حساس جدا ومش من مصلحه اي حد ان يتم نشر اي شائعات باي شكل حتى لو شائعات يعني بسخريه. انا كل من اتصل بيا يا استاذه ماهر رديت عليه ووضحت هذا الامر وكان الامور المفروض حجمها الطبيعي يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح وإحنا كان يجب إن إحنا نوضح الموضوع ده يا جماعة نحاول نتأكد شوية من الأخبار اللي إحنا بنقولها يعني نشوف بقى الحاجات المهمة ما نسيبش الحاجات المهمة وإحنا هنعمل إيه في الكام يوم اللي جايين ونتشبث بالأشياء الصغيرة يعني. عموما بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح سيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء شؤون الانتخابات وصبح لحضرتك مرة تانية. تعالوا نروح لفاصل ونرجع لكم تاني مع فقرتنا الرئيسية الأولى. حضراتكم مرة تانية مشاهدينا وده معاد فقرتنا الرئيسية الأولى زي ما قلت لكم في البداية هنتكلم عن السياحة.
السياحة، لو اتكلمنا عن السياحة هنقول قطاع كبير جدا من المواطنين وأيضا مصدر دخل مهم جدا، يعني نشاط اقتصادي ورواج اقتصادي. لو اتكلمنا ان مصر فيها اماكن سياحيه كتير جدا واثار كثيره جدا ومشهوره بالاثار، بس يمكن الفتره اللي فاتت شهد هذا القطاع صعود وهبوط مما ادى الى حدوث مشاكل كتيره فيه. الحقيقه القائمين على السياحه في مصر ما بيسكتوش وبيحاولوا بكل مجهودهم ان هم ينشطوا السياحه ويرجعوها مره تانيه، خصوصا في وسط هذه الاحداث المضطربه اللي بتمر بها المنطقه العربيه بالكامل. هنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. وكان في حمله زي ما قلت لحضراتكم كده في البدايه اسمها هي دي مصر، اطلقتها وزاره السياحه. الحمله دي هدفها تنشيط السياحه والقطاع السياحي بالكامل في مصر. هنعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، استاذ سامي محمود رئيس هيئه تنشيط السياحه. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك، اهلا، صباح الخير. استاذ سامي، في البدايه كده يعني طبعا عايزين نعرف دلوقتي علشان نقدر نقيم بس وضع السياحه في مصر عامل ازاي. الوضع مطمئن. حضرتك تعلمي ان احنا كان عام الذروه بالنسبه للسياحه المصريه كان بنهايه عام 2010، استقبلنا حوالي 15 مليون سايح، حققوا لمصر تقريبا حوالي 12.5 مليار دولار. اعتبارا من عام 2011 لغايه النص الاول من عام 2014 مرت السياحه المصريه بعده تقلبات نتيجه الظروف الامنيه والسياسيه اللي صاحبت الثورتين اللي عدوا على مصر. يعني هي في عام 2010 قبل الثوره، قبل يعني 25 يناير مباشره، كانت في ذروتها 12 مليار. جابت 12 مليار دولار، 12.5 مليار دولار. واستقبلنا حوالي 15 مليون سايح. تمام. بنهايه عام 2014 استقبلنا فقط حوالي 9.9 مليون سايح. متوقع ان شاء الله بنهايه عام 2015 نتخطى حاجز ال 10 مليون سايح. تمام. لكن هذه الارقام لا ترضي طموحاتنا كوزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه ولا كبلد المفروض ان هي معتمده بشكل اساسي عن السياحه. بالتاكيد. يعني لكن في ظل الظروف اللي بتمر بيها زي ما حضرتك قلتي مصر والمنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط بصفه عامه، نعتبر يعني نوعا ما ان ده نوع من التحدي ويجب انجح فيه. طيب انا بقول الظروف اللي بتمر بيها المنطقه العربيه يا استاذ سامي، لان السائح اللي جاي خصوصا من اوروبا او من امريكا كمان، بس يعني السائح اللي جاي من بلاد اوروبيه بيشوف مصر كدوله عربيه في وسط هذه المنطقه، فبيبقى مش شايف ان دي دوله مستقره ودي دوله غير مستقره، هو شايف ان دي دوله عربيه. انا بقول لحضرتك السائح العادي، المواطن العادي اللي هو ما عندوش فكره عن اللي بيحصل بره غير ان المنطقه العربيه دي فيها حرب. هي دي ده كلام حضرتك سليم 100%. انا ادي حضرتك مثال ان احنا خلال النص الاول من عام 2015 كان عندنا زياده تقريبا في المتوسط للسياحه العربيه 20%. تمام. بدات تتراجع في شهر يوليو واغسطس نتيجه الاحداث اللي مرت بها مصر داخليا، زي حادث اغتيال الشهيد النائب العام والاعتداء على القنصليه الايطاليه. تمام. وحادث محاوله ارهابيه في معبد الكرنك في الاقصر. ثم الحادث الاخير اللي حصل في الواحات لبعض السائحين المكسيكيين. تمام. اللي اثر اكتر من ده واللي بياكد كلام حضرتك الحادث الاخير اللي حصل في مدينه سوسه التونسيه، واللي راح ضحيته اكتر من حوالي 37 سائح من مختلف جنسيات العالم. تمام. ده كان له تاثير ليه بقى؟ لان الدول دي بتعتقد ان التنظيمات الارهابيه دي منتشره في كل المنطقه. بالزبط. وليس بدوله بعينها. بالزبط. فهو لما بيقبل على السفر الى مصر بيضع في حسابه ان ممكن يكون لهذا التنظيم فرع داخل مصر. صحيح. مما يعطي صوره غير ايجابيه عن منطقه الشرق الاوسط او المنطقه العربيه اللي احنا العربية جزء منها. لا انا هقول لحضرتك حاجه، هم كمان يعني يمكن كمان خصوصا لو اتكلمنا عن الشعوب دي، هي هم ما بيتابعوش قوي على فكره زي العرب اللي بيحصل بره، يعني هم بيتابعوا اللي بيحصل داخليا، وبالنسبه لهم الحاجات اللي بتيجي عندهم في الاعلام بتاعهم ان بيشوفوا المنطقه العربيه فيها كذا وضرب، فهم بالنسبه لهم ثقافتهم في الحته دي مرتبطه جدا بالاخبار اللي بتيجي عندهم. بالتاكيد. لان الاعلام بيلعب دور مهم جدا، يعني دايما انا بقول ان الاعلام والسياحه وجهين لعمله واحده. بس هم الاعلام بتاعهم بينصب الاعلام احيانا بيبقى سلبي عن عن مصر. احنا بنحاول بقدر الامكان من خلال التعاقد مع شركات علاقات عامه، من خلال التنسيق مع وزاره الخارجيه، من خلال التنسيق مع هيئه الاستعلامات، من خلال مكاتبنا السياحيه في الخارج، لكن سيل التدفقات الاعلاميه
السلبية عن مصر خلال الفترة الماضية كان كبير جدا. أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ سامي إن إحنا يمكن من الأسبوع اللي فات بنتكلم على قصة الإعلام، لأن واضح إن يعني يمكن مؤخرا الكثيرين استشعروا خطر هذه النقطة، إن لو إحنا اتكلمنا عن ارتباط الموضوع بشكل مصر أو بشكل المنطقة العربية بالكامل يبقى إحنا بنتكلم عن إعلام، لو اتكلمنا عن سياحة يبقى بنتكلم عن الإعلام، لو اتكلمنا عن مواطنين وأفكارهم وأيديولوجياتهم هنتكلم برضو عن الإعلام. فواضح إن الموضوع يعني هو بياخدنا لناحية الإعلام خطورة ان احنا لسه مش قادرين ان احنا نوصل الصورة الحقيقية، في حين ان في دول تانية وللأسف قنوات عربية بتوصل صورة مش مظبوطة، يعني يمكن دلوقتي قلوا شوية بقت قناة ولا اتنين بس برضو انتشارهم واسع جدا في الخارج، فبيوصلوا صورة خطر. حضراتكم بقى كهيئة تنشيط سياحة او وزارة سياحة، خلينا نقول القطاع الاكبر، بتتعاونوا مع وزارة الخارجية؟ لان وزارة الخارجية كان ليها بيحاولوا انهم يعملوا مبادرات في هذا السياق. بالتأكيد، لان في تنسيق تام بين وزير السياحة وبين وزير الخارجية، لان حضرتك السلبية عن مصر بينتج عنها احيانا ان بعض الدول بتفرض الحظر على السفر لمصر. طبعا لازم يبقى في تنسيق مع وزارة الخارجية، لان هي ليها القدرة على رفع هذا الحظر على مصر. الحمد لله تم تنسيق كامل، ومعظم الدول ادت تعليمات للسائحية او سمحت للسائحية بالعودة لمصر باستثناء دولة واحدة حاليا وهي بولندا. نتيجة اوضاع داخلية ونتيجة ما حصل في تونس كان له رد فعل سلبي على مصر. زي ما باكد على كلام حضرتك ان الاعلام يمكن ان يلعب دور ايجابي جدا للترويج للسياحة، وفي نفس الوقت ممكن ان يلعب دور سلبي في عدم الترويج للسياحة. فيجب أن نعي حتى الإعلام المحلي، وده لأن ليه عتاب على الإعلام المحلي، وأرجو أن هو يتسع صدرهم لهذا الكلام، لأن أحيانا وكالات الأنباء العالمية والصحافة العالمية بتنقل عن بعض الصحف وبعض القنوات المصرية، فلما بيبقى فيه احنا بنتخيل ان هذا الخبر ممكن يكون داخل مصر فقط، ده ممكن يعمل تأثير سلبي خارج حدود مصر. فبالتالي يجب ان تكون الرسالة الإعلامية منضبطة وبشكل إيجابي. طيب السائحين أستاذ سامي، يعني في سائحين اللي هم العرب، في سائحين اللي هم المصريين، يعني السياحة الداخلية دي برضو دي قصة لوحدها، وفي السائحين الأجانب اللي احنا بنتكلم عنه. السياحة الداخلية عاملة ايه بقى؟ السياحة الداخلية والله نشطت في الفترة الأخيرة، احنا من جانبنا أطلقنا مبادرة أطلق عليها مبادرة مصر في قلوبنا منذ عام 2014 ومكملين في 2015 ولغاية 30 إبريل 2016. بنطرح برامج بأسعار مميزة جدا للمصريين للأقصر وأسوان، رحلات اليوم الواحد للمناطق المحيطة بالقاهرة، وعلاوة على نويبع وطابة، ودول أكثر المناطق تأثرا بالنسبة لحركة السياحة الدولية. نويبع وطابة نسب الإشغال فيها ضعيفة، الأقصر وأسوان أكثر المناطق جمالا. لا طبعا الأقصر وأسوان رغم أن هي منتج ثقافي متميز ورائع، لكن للأسف الشديد نسبة الإشغال فيه لا تزيد عن 10%. فكان دورنا أن احنا نفكر عن السياحة الداخلية كبديل لسد النقص في السياحة الدولية لهذه المناطق. نجحنا إلى حد ما، لأن احنا بندي دعم نقدي مباشر من وزارة السياحة حوالي 700 جنيه للفرد كمساهمة في هذا البرنامج السياحي لمدة بين 3 إلى 5 أيام. أيوة. شامل الإقامة والطيران أو السفر بالقطار أو بالأتوبيس، و500 جنيه بالنسبة اللي بيروح نويبع وطابة. جذب شريحة معقولة من المصريين، بنتوقع إن شاء الله على يعني أجازات المنتصف العام يجذب أعداد كبيرة، فبيساهم في زيادة نسب الإشغال في الأقصر وأسوان وفي نويبع وطابة. طيب أستاذ سامي، أنا عندي يمكن استفسارات كتير جدا ويعني حاجات كتير جدا عايز أتكلم مع حضرتك فيها، بس خلينا نتكلم عن حملة هيدي مصر. إيه هي حملة هيدي مصر وإيه هدفها بالظبط؟ حضرتك الحملة احنا بنطلق حملة دولية ان شاء الله تكلفتها تقريبا حوالي 68 مليون دولار على مدار 3 سنوات، هتبدأ من نهاية هذا الشهر وتستمر لمدة 3 سنوات قادمة بنهاية عام 2018. الحملة دي بتوجه ل 27 سوق على مختلف دول العالم. تمام. لكن التركيز في المرحلة الأولى هيتم على أوروبا الغربية
وبعض الدول في أوروبا الشرقية زائد المنطقة العربية. لأن حضرتك معظم السياحة اللي جاية لمصر بتأتي عبر بوابة أوروبا الغربية. يعني احنا عندنا ثلاث دول اللي هي ألمانيا وإنجلترا وروسيا بيمثلوا تقريبا حوالي 45 إلى 50% من حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر. السياحة العربية تقريبا حوالي 17%. تمام. فدول أهم أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر. طبعا. الحملة هتطلق في الخارج تحت شعار This is Egypt وهتطلق في المنطقة العربية تحت شعار هي دي مصر. طب هي تفاصيلها إيه يعني؟ الحملة باختصار هتستخدم السوشيال ميديا. حضرتك عارفة النهاردة ثورة إلكترونية على مستوى العالم. وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أصبح لها أهمية كبيرة جدا في الترويج والتسويق لأي مقصد سياحي. فالحملة في بدايتها يعني إيه هي دي مصر؟ هنخلي جميع فئات الشعب المصري وخاصة شباب مصر. كل حضرتك عارفه النهارده اللي معاه السمارت فون او معاه الكاميرات او كده بيصور صور معينه او فيديوهات معينه وبتتحط على موقع مخصوص لهذا الموضوع. ايه الموقع ده؟ موقع إيه؟ اللي هو الشركه الدوليه عاملاه وهتنشره على كل قطاعات الدوله بحيث حضرتك وانا وغيرنا اي من حد الناس يشارك. اي حد يشارك فبيدي زخم. كله بقى يجهز يعني كل الناس اللي شايفانا يعني اللي عنده موهبة التصوير سواء فوتوغرافيا أو فيديو يجهز بقى شوية صور حلوة كده ورونا بقى المواهب بتاعت التصوير. بالتأكيد لأن دي هتدي زخم إعلامي رهيب جدا. طبعا. وبعدين بنقول هي دي مصر. طب مصر صاحب الصورة هيقولوا اسمه بقى ويكافئوه كده. يعني احنا ممكن بعد كده نعمل مسابقات وأفضل صور وكلام ده. بس أنا بندي رسالة نقول للمصريين شاركوا وظهروا بلدكم بجمالها بكل تناقضاتها. يعني يعني حضرتك بتروح الفيشاوي واحد بيصور مثلا وقاعد على الفيشاوي بيصور مسجد بيصور منطقة أثرية والله بيصور دي فكرة حلوة قوي يعني يمكن القاهرة بالليل وجمالها بيصور كل ده. ده كل ده يعني في ولد مصري له موقع على الانترنت احنا عملنا عليه تجربة هو حط حوالي 2400 صورة أو بوست خلال 15 يوم تتبعهم على مستوى العالم 4 مليون. فتخيلي حضرتك احنا في مصر حاليا اللي بيستخدم الانترنت النهارده حوالي 48 مليون. فلو افترضنا ان احنا خدنا 1% شاركوا في هذه الحمله بنتكلم على حوالي 500,000 مواطن مصري او شاب مصري شارك في هذه الحمله. فكميه الاعلان عن مصر والتسويق لمصر هتبقى كمرحله اولى بشكل جيد. طيب امتى يا استاذ سامي هيتم الاعلان عن الموقع اللي نقدر نبعت عليه الصور والفيديوهات دي؟ على هذا الشهر هيتم الاعلان عنه. وانا بدعو من خلال برنامج حضرتك لكل شباب مصر وكل فئات اللي في مصر تشارك معنا في هذه الحمله. حط اي صوره تعجبك عن مصر حتى لو مش عاجبك حطها لان احيانا الصوره بتغني عن الف كلمه. فالسائح لما بيشوف عايزين نوري ان مصر عادت الى طبيعتها مصر بجمالها مصر بشعبها مصر بكل ما فيها من مكوناتها وتناقضاتها. تمام. على فكره التجربه دي يعني فعلا مفيده جدا. يعني انا يمكن سمعت عن تجربه مشابهه في الهند وكان اسمها تقريبا ذا بيوتيفول انديا وهم عندهم مشاكل كتير جدا ومصايب كتير جدا وفيضانات وحاجه يعني ماساه في مشاكل كتير بس عندهم حتى ان هم لما بيصوروا الصور بتاعت بلدهم بيصوروها بشكل معين بيعتمدوا على المناظر الطبيعيه على الالوان على الناس على ضحكه الناس يعني ضحكه المواطنين ان هم مبتسمين عن الاسواق يعني بيعتمدوا على حاجات حلوه جدا. وعلى فكره المبادره او الحمله دي جابت يمكن فوائد كتير واموال كتيره جدا للهند. انا عايزه اقول لحضرتك كمان ان يعني في ناس كتير جدا المفروض غير ان هم يشتركوا بس في وزارات يا فندم لازم تتعاون معاكم. اولا وزاره التعليم وزاره التعليم العالي وزاره الداخليه وزاره الخارجيه وزاره الثقافه وهيئه الاعلام كل دول لازم يتعاونوا في الموضوع ده. بالتاكيد وده اللي خلى وزير السياحه هشام زعزول لما قابل سياده الرئيس في اجتماع متابعه طلب منه تشكيل المجلس الاعلى للسياحه. مجلس الاعلى للسياحه ده بيضم كافه الوزارات المعنيه واللي بتخدم على قطاع السياحه. وانتوا دلوقتي ما فيش تعاون بينكم وبين الوزارات دي؟ في تعاون بس احنا عايزينه بشكل رسمي. تنسيقي وبشكل على اعلى مستوى. يعني ممكن يرأس السيد الرئيس يرأس هذا المجلس فبتبقى قراراته ملزمه او السيد رئيس الوزراء بيرأس هذا المجلس فبتبقى قراراته اكثر يعني فيها حيويه وفيها الزام.
لكن هو التنسيق قائم بصفة مستمرة وبصفة يومية. طيب انا لو اتكلمت على وزاره التعليم والتعليم العالي، المفروض بقى وزاره السياحه تتعامل معاهم ازاي؟ احنا بنتعامل يعني معاهم في جزء... قوي. بنتعامل معاهم حاليا في جزئيه مبادره مصر في قلوبنا، لان دول عندهم عدد كبير ضخم جدا من الشباب الطلبه والطالبات، فبنتعاون معاهم بنظم معاهم برامج. حاليا بيتعمل قطار للشباب للاقصر واسوان مع وزاره الشباب والرياضه، على احنا على تنسيق كامل معاهم. المبادرة دي برضو ممكن يخش فيها الوزارات اللي حضرتك قلت عليها، بحيث نعمل زخم إعلامي كبير جدا على مصر، مما ينعكس إيجابيا على عودة الحركة السياحية. أنا بعني وزارة التعليم ليه بقى؟ لأن أنا يعني نفسي برضو في حاجة كده إن هي تتم. ممكن نعلم الولاد في المدارس حصة كده إن شاء الله كل شهر، مش لازم كل أسبوع، نتعامل إزاي مع المناطق السياحية اللي في مصر ومع الضيوف بتوعنا أيا كانوا هؤلاء الضيوف. يعني لو سمحتوا، لأن في سلوك غريب جدا بيأثر على السياحة، وللأسف يا عيني الأطفال دول بيبقوا مش فاهمين إن ده غلط، هم بيقلدوا خلاص. فيعني أرجو إن الكلام ده يحصل، وأرجو إن وزارة التعليم تتعاون مع وزارة السياحة إن هي حتى لو بعتت مرشد سياحي متطوع، أنا مش عارفة حضراتكم ممكن توافقوا ولا لأ، بس يعني متطوع إن هو يفهمهم يعني إيه سياحة، ويفهمهم يعني السياحة دي بتعمل إيه لمصر، ممكن تاخدنا منين لحد فين، ممكن حد فيهم يشتغل فيها، ممكن حاجات كتيرة جدا. حضرتك رأيك إيه في ده؟ لا، كلام حضرتك 100%. يعني إحنا بنحاول مع وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، إن يكون من ضمن البرامج التعليمية أو المناهج التعليمية مادة عن السياحة. لأن حلوة يعني الأولاد هتبسطوا بيها. مصر نسبة الوعي السياحي فيها للأسف الشديد منخفض، وده ما بيساعدش كثيرا على حاجة مهنية احنا بنسميها معدل تكرار الزيارة. أيوة. السياح بيجي في مصر مثلا مرة ومش حابب يجي مرة تانية، لكن دولة زي أسبانيا أو دولة زي إيطاليا معدل تكرار الزيارة فيها بوصل ل8-9 مرات نتيجة رضا السائح عن الخدمة اللي بتقدم. اليونان يا فندم اللي هي فيها مشاكل كتيرة جدا، وحتى بيجي مشاكل في البلد اقتصادية. فبيقول لأصدقائه فبيرجع مرة واثنين وثلاثة. ده نتيجة الوعي السياحي، كيفية التعامل مع السائح من لحظة دخوله من المنفذ أو المطار لغاية ما يخرج مرة أخرى، من خلال بقى سلسلة تعامله مع كل الناس اللي بتعامل معاهم. فإحنا حاليا بنرتب دورة تدريبية مع جامعة حلوان كلية السياحة والفنادق لنشر الوعي السياحي لدى جزء من العاملين في قطاع السياحة، بدءا من ضباط الجوازات في المطارات، وثم العاملين في البازارات، ثم سواقين التاكسي، ثم العاملين في الفنادق والمطاعم. لازم يكون عندنا منظومة. يا فندم الناس دي ساعات بتبقى يعني حتى لو مش سائح، حد رايح زيارة عادية لأي مكان، بيتعاملوا بطريقة مفيش عليهم إشراف خالص، محدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. معلش احنا لازم نقول مشكلة علشان نعرف نحلها. يعني الناس اللي حضرتك بتقول عليها دي مفيش حد، لو واحد فيهم او اتنين او تلاتة ما عندهمش ضمير، بيأثر على الباقي اللي هم كويسين، فالناس بتتضايق. يعني حتى اللي رايح يتفسح في بلده بيتضايق. ده كلام حضرتك سليم 100%. وده بيرجعنا لنقطة بقى، ان لابد من تطبيق القانون. بالظبط. يعني يبقى في تطبيق القانون بصورة قاسية وصارمة. يعني حضرتك احنا كلنا بنسافر في الخارج، في ستاندرد عالمي لازم يتبع بصرف النظر احنا في مصر او خارج مصر. بالظبط. يعني احترام إشارة المرور، احترام نظافة الشارع، نسب التلوث تكون منضبطة، نسب الحوادث، كل الكلام دي بتأثر تأثير سلبي جدا على صورة مصر السياحية. مصر تعتبر من أجمل دول العالم كمواقع سياحية، لكن على مستوى الخدمات وعلى مستوى الشارع يعني احنا متخلفين كتير عن دول سياحية سبقتنا في هذا المجال. حتى دول عربية كانت يعني ظهرت في الفترة الأخيرة خدمات فيها متميزة جدا. وبعدين احنا لو عرفنا كمية الأماكن اللي عندنا جوه القاهرة بس، يعني لو كلمتكم على القاهرة واسكندرية بس من ضمن بقية يعني من غير بقية المحافظات كده الكتيرة جدا اللي عندنا، هنشوف أماكن حلوة جدا، وهي بس محتاجة لنا احنا ان احنا نهتم بيها، احنا اللي نهتم بيها الأول يعني علشان الناس تبتدي تيجي. بالتأكيد. والدولة برضه يكون إيدها قوية، يعني لازم قانون وصارم ويطبق على الجميع. يطبق على الجميع. بالظبط. فبالتالي حضرتك هتقدري ترفعي نسبة الوعي، هتطبقي القانون، يبقى كل شيء هتمشي بشكل سلس. تعاونكم مع وزارة الثقافة بقى أخباره إيه؟ لا، ده في بروتوكول موقع بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة للتبادل في مجالات عديدة جدا، سواء المهرجانات الثقافية، في الليالي المصرية، بناخد الفرق
تابعة لوزارة الثقافة بنسفرها في الخارج عشان تعمل عروض فنية في مختلف دول العالم. بنشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتنسيق مع وزارة الثقافة. في مهرجان الإسكندرية وزارة الثقافة نشيطة بما يكفي متعاونة معاكم والله أحيانا وأحيانا على حسب برضو حضرتك عارفة المود. لا دي وزارة مفيش حاجة اسمها مود. ما هو بيتوقف على حسب برضه الوزير ورؤيته وهكذا يعني. لا بس يعني هو ليه هو مفيش ضوابط للموضوع ده؟ لا الضوابط موجودة. ما انا بقول لحضرتك هي وانا مالي الوزير يتغير ولا ما يتغيرش وفي ضوابط. اي وزير بيجي تطبيق الضوابط بيرجع للرؤية. انت عندك رؤيتك عايزة ايه؟ انت عايزة ايه الكونسبت بتاعك؟ فدي حاجة مهمة جدا. الرؤية دي مختلفة يعني الرؤية دي حاجة بتختلف من شخص لآخر. أنا بتكلم على الحاجات اللي هو لازم يتبعها علشان هو دلوقتي يعني بقى واحد بيبقى بيسرع في تطبيق البروتوكولات واحد بطيء. يعني هي ترجع للكاركتر بتاع الشخصيات اللي انتوا بتتعامل. او بس يعني برضو احنا بنطالب ان يكون في ضوابط اكتر من كده علشان يعني الموضوع مش مستحمل المود اللي حضرتك بتقول عليه ان كل واحد على حسب مزاجه يعني. طيب المعارض اللي حضراتكم بتعملوها هيئه تنشيط السياحه عباره عن ايه؟ اماكنها فين؟ بتؤتي ثمارها ولا لا؟ احنا بنشارك تقريبا في حوالي من 60 الى 70 معرض. سواء معارض دولية أو إقليمية على مختلف دول العالم. طبعا في معارض بتعتبر من أهمها في اللي هيعقد الشهر القادم في لندن، بورصة السياحة في لندن. وبعد كده في الاي تي بي في برلين، في الفطور في اسبانيا، في معارض لها شهره عالميه، في معارض في موسكو لها شهره عالميه كبيره جدا عباره غير المعارض اللي هي بنسميها الاقليميه او اللوكال او المحليه. الناس اللي بتشتغل العاملين في قطاع السياحة اللي ممكن أكثر الناس اللي تضرروا في الفترة اللي فاتت من 2011 لغاية دلوقتي، الناس دي بقى يعني هل رجعت لعملها مرة تانية؟ في الإشراف عامل إزاي؟ يعني أنا عايز أعرف بس الطريقة بتاعتهم، لأن أنا هقول لحضرتك على حاجة في شكوى كده جت من بعض السائحين إن ما بقوش زي الأول، يعني إن الناس اللي عاملين في قطاع السياحة ما بقوش زي الأول. بالتأكيد أنا بتفق معاكي تماما، لأن احنا في 2010 بنقول كان بيعمل في قطاع السياحة بصورة مباشرة وغير مباشرة حوالي 4 مليون مواطن مصري. فلو افترضنا أن كل واحد منهم بيعول من 4 إلى 5 أفراد، يعني كان حوالي 20 مليون مصري بيتكسبوا من وراء السياحة. بعد الانخفاض اللي حصل احنا فقدنا خلال الثلاث سنين الماضية ما يقرب من 35-40% من حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر. أثرت بالتالي على حجم العمالة في الفنادق وفي شركات السياحة وفي البازارات وفي الصناعات القائمة على السياحة. في حصل استغناء على بعض العمالة، حصل تسريح لبعض العمالة الماهرة والفنية وجابوا ناس أقل عشان يدوهم مرتبات أقل. ما هي دي الشكوى بقى. فده كله فعلا أنا بعترف بيه وموجود، لكن في ظل ظروف استثنائية. يعني احنا بنقول ده في ظروف استثنائية. بنتوقع إن شاء الله بعودة السياحة بشكل منتظم في 2016 إن يبدأ يحصل التحسن في هذا الموضوع. يعني حضراتكم بالفعل دلوقتي بتدربوا ناس وبتاخدوا يعني بتوظفوا ناس من كلية سياحة وفنادق أو من معاهد سياحة وفنادق. في مركز تدريب على أرقى مستوى في الاتحاد المصري للغرف السياحية. وبيدرب كافة العاملين في شركات السياحة، كافة العاملين في الفنادق وفي مجالات مختلفة في الضيافة والطبخ والإرشاد وغيره، بحيث يطلع عناصر قادرة على العمل في هذا القطاع الحساس جدا. طيب أخيرا أستاذ سامي، وزارة الداخلية أكيد لما بيحصل مشكلة أو أي حادث يعني أكيد بيبقى في تعاون معين ما بينكم وما بين وزارة الداخلية، ولما ما بيحصلش حاجة وبتبقى برضو في قلق بيبقى برضو في لازم يكون في اتصال بوزارة الداخلية. تتعاونوا إزاي مع شرطة السياحة مثلا؟ احنا على تنسيق كامل مع شرطة السياحة. يعني من حيث تأمين الوفود الرسمية اللي بتوصل لضيوف هيئة تنشيط السياحة أو وزارة السياحة، من خلال تقديم الخدمات للسائحين في المناطق السياحية والأثرية. وأقدر أقول لحضرتك إن هم بيقوموا بواجبهم بشكل جيد جدا، وعندهم ناس بيتحدثوا لغات مختلفة، وده شيء مهم جدا، وده مظهر كويس قدام. لكن أقدر أقول إن هم عندهم
اوفرلود، لان لما حصل انخفاض في اعداد السائحين العاملين في البازارات وهذه المجالات بدا سلوكهم يتغير. يعني زمان لما كان بيخش منطقه الهرم في اليوم 20 و25 ألف سائح كانت الناس مش فاضيه، الناس مش فاضيه عندها شغل. عندها هو دلوقتي شغل. طول ما في وقت فاضي نضيع الوقت في ايه؟ النهارده بيدخل منطقه الهرم نقول مثلا ما بين 500 ل1000 واحد فبيجر وراهم. فيا ريت نبطل السلوكيات اللي تسيء الى سمعه مصر السياحيه، ده شيء مهم جدا جدا. عموما المفروض ان يبقى في ناس منهم بيقولوا نبطل السلوكيات دي، والشق الثاني انه يكون في قانون ينفذ على الجميع اللي هيعمل اي سلوك تجاه السياحه. السياحه مش شخص، مش سائح جاي وهيروح بعد شويه وخلاص، السياحه دي مصدر دخل واقتصاد. المشكله ان احنا مش فاهمين ده كويس قوي، مش فاهمين ان السياحه دي ممكن تنقلنا فعلا زي ما قلنا من شويه من مكان او من مكانه لمكانه ثانيه اعلى واكبر بكثير. ارجو من الساده المواطنين، مش هتكلم مع الوزارات ومش هقول الحكومه، انتوا يعني انتوا دوركوا اكبر. المواطنين ارجوكوا حاولوا يبقى عندكوا وعي اكبر، وتوعوا اولادكم وتوعوا الناس اللي حواليكم بشكل اكبر بموضوع اهميه تنشيط السياحه، علشان كلنا هنستفيد، مش السائح بس اللي بيستفيد ويجي يتفسح وخلاص، لا احنا كلنا بنستفيد. بالنسبه لهي دي مصر او حمله هي دي مصر، برضو احنا هنتابع مع هيئه تنشيط السياحه علشان نعرف هتوصل لايه، وعايزين نعرف برضو الموقع قريب جدا هنعلنه على صفحتنا على فيسبوك على صفحة دريم، وهنعلنه لحضراتكم علشان اللي حابب بقى ان هو يصور اي صورة او فيديو ويبعتها، وان شاء الله يعني شاء الله. يبقى في جوائز بعد كده، اي رحلات ولا بتاع نتفسح بقى. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا. استاذ سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، شكرا لحضرتك، نورتنا. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل وفقرتنا اليومية صباحك نت. مرة تانية مشاهدينا، وده معاد فقرتنا صباحك نت. هنشوف الناس بتقول ايه على فيسبوك وتويتر، وكمان هنشوف فيديو حلو قوي على يوتيوب، خليكم معانا. طبعا شفنا الايام اللي فاتت من ساعه حلقه ذا فويس اللي كان فيها شيرين قاعده بشكل معين وضغطت على الزرار بالحذاء بتاعها، ناس كتير جدا اتكلمت في الموضوع ده، ويعني ناس اتريقت على الفيسبوك على القصه دي. في حد كان بيقول هي دي فضيحه ومش عارف ايه وحاجات كده، وحد تاني بيقول يا ريت نبطل نختص كرامه البلد ومكانتها في اشخاص، ازاي لازم تفضل في اصلها، حرام يعني يتغير وكان اصلها ده حاجه وحشه. طيب اللي عملته شيرين ده كان بسبب انفعالها، ان هي كان يعني عاجبها الصوت المطرب وعملت حاجه هي كانت قصدها بيه الهزار زي ما احنا شايفين. اللي احنا عملناه ان احنا كلنا سيبنا كل تاريخ شيرين الفني وحكمنا على اللقطه دي، ودي طبعا حاجه مش صح خالص يا جماعه. وفي نقطة تانية مهمة جدا، الناس اللي بتتفرج على ذا فويس نسخ تانية زي النسخة اللي كان فيها في الجوري في لجنة التحكيم أشر وشاكيرا، كانوا هيشوفوا ان شاكيرا وأشر وغيرهم من المغنيين قاعدين نفس القعدة دي بالظبط، ولا هي لما شاكيرا تعملها كويس ولما شيرين تعملها تبقى مش كويسة. أنا مش فاهمة، ست ما كفرتش على فكرة وما عملتش حاجة تستاهل إن احنا نعمل كده. شيرين كفنانة محترمة بتحترم فنها وبتحترم جمهورها اعتذرت عن الواقعة.
بس اللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا مش لازم لما يعني نستنى للناس على الواحده كده بالطريقه دي، يعني يا ريت نخف شويه السلوك الغريب ده، يعني عادي جدا ان واحد فينا ينفعل فيعمل حركه كده ولا كده، ايه المشكله يعني؟ مش عارف. طيب ده كان الحاجه اللي الناس عملت لها شير على فيسبوك. تعال نشوف تويتر. طبعا كمان على تويتر كان في حاله من الغضب العارم اجتاحت موقع تويتر وخصوصا الشباب العربي بعد موضوع الفيديو اللي تداوله البعض، موضوع الطفل الفلسطيني اللي عنده 13 سنة وقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو بيطلب منهم العلاج. طبعا ده رجعنا تاني لقصة الانتفاضة الثالثة، والناس كانت مستاءة جدا وهي حاجة فعلا تثير الاستياء والاشمئزاز والغضب الشديد جدا. حد بيقول الشعب العربي راح فين؟ الله يرحم طفل، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم منهم. طيب ده كان أول هاشتاج معانا على تويتر. السوبر المصري في هاشتاج اسمه الأهلي السوبر المصري كده، ده ناس عملته على تويتر قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك، يعني تقريبا امبارح. الناس بتقول الحاجة الإيجابية في الماتش ده إننا مش مجبرين نسمع معلق معين. طيب مش مهم النتيجة، المهم العبوا بروح ترد فينا الروح. الماتش ما فيهوش توقعات. طيب عموما هنتفرج هنشوف، بس برضو نحاول ما نتخنقش مع بعض بقى، يعني مش كل ماتش أهلي وزمالك نقفش على بعض. تعالوا نروح لثالث هاشتاج. مدحت صالح وكايروكي يتصدرون تويتر. الحقيقة كان في حلقة حلوة جدا جدا مع الفنانة الجميلة الرائعة صانعة السعادة صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس في برنامجها على إحدى الفضائيات مع مدحت صالح وكايروكي. حد بيقول انا قعدت ساعة عشان مش عايزة اقوم اشرب عشان بتفرج على كايروكي مع اسعاد يونس. الحلقة دي كانت حلوة جدا، صاحبة السعادة اسعاد يونس كايروكي مدحت صالح، الراجل ده ابديتد جدا ومحترم جدا وصوت بجد ملوش حل طبعا، ويقدر يعيشك في كوكب تاني فعلا. وابسط دليل كلامه عن كايروكي في برنامج صاحبة السعادة، مدحت صالح شجعهم جدا واتكلم عنهم كويس جدا، وكمان هو فعلا زي ما اتقال في التويتة دي ان هو فعلا ابديتد. مدحت صالح مش موضة وبطلت، مدحت صالح موجود طول الوقت من ساعة ما بدأ يغني من هو طفل صغير لغاية دلوقتي واحنا بنحبه وبنسمعه. تحية لمدحت صالح، تحية كايروكي، وتحية لصانعة السعادة إسعاد يونس. ده كان ثالث هاشتاج معانا على تويتر. تعالوا بقى نشوف معانا فيديو النهاردة على يوتيوب. دكتور يستحق في وجهة نظر الكثيرين لقب أفضل دكتور، ده دكتور أطفال. الفيديو ده على فكرة نسبة مشاهدته أكتر من 64 مليون لدكتور أطفال عادي جدا بيطعم طفل بحقنتين في رجله بس بطريقة مضحكة علشان ما يخوفش الطفل. تعالوا نشوف. Daddy's got your arms. Whoa, we don't like this. What's that? A one, a two, a ray. Good. Yes. All right. Is it a one, a two, a ray? Good. Yes. Okay. Bend it. It's a bend. We need tissues. All right. Let's get your band-aids. Hold on to that. Good. We'll get your band-aids. What's that? Let's get this one on. You're going to take it right off. I know you guys. You take them right off. We'll take this and good. All right. Clean up. Everybody do this here. هو فعلا يستحق لقب افضل دكتور، يعني الحقيقه احنا شفنا حتى الطفل هو خايف من الحقن، هو كان بيقدر يسيطر في اقل من ثانيه على خوف هذا الطفل. العامل النفسي عند الاطباء ايا كان تخصص هذا الطبيب خصوصا طبيب الاطفال مهم جدا 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 بنسبه كبيره. لو عايزين تشوفوا الفيديو كامل ده موجود على يوتيوب اسمه يستحق لقب افضل دكتور في العالم. هنشوف دلوقتي تقرير مهم جدا عن القوات الجوية المصرية. النهاردة العيد رقم 42 للقوات الجوية المصرية، والتقرير اللي جاي هنشوفه حول هذا الموضوع. كل سنة وانتم طيبين، نشاهد.
كعدد القوات المسلحة، كما مثلا يحتذى به في التخطيط طويل الأمد. وبعد انتهاء الحرب مباشرة تم وضع الخطة الشاملة للتطوير والتحديث في المنظومة العسكرية والتي شملت الفرد والمعدة على حد سواء. ولعل ذلك قد ظهر جليا في ضرب معافل الإرهاب في العمق الليبي، وكذا اشتراك القوات الجوية في عملية عاصفة الحزم وبعدها عملية إعادة الأمن ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الاستقرار والأمن للشعب اليمني، وحماية العمق الاستراتيجي لمصر متمثلا في مضيق بئر المندب. تزامنا مع الذكرى السنوية للقوات الجوية وتمجيدا لدورها العظيم في حماية الوطن وتأمينه على مدار السنين، تم افتتاح متحف القوات الجوية بقاعدة ألمازة بمصر الجديدة ليضم أنواعا عديدة من الطائرات بساحة العرض المكشوف. القوات الجوية لها تاريخ أكثر من 80 سنة، وتاريخها بيصاحبه دايما اللي هو أعمال وبطولات ومهام. آخر فترة اللي هو من الثلاث سنين الأخيرة القوات الجوية كانت قايمة بدور مهم جدا لحفظ أمن مصر بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية. القيادة السياسية على رأسها طبعا سيادة الرئيس السيسي اللي ليه كل التحية والتقدير، اللي هو صاحب الفضل في تطوير القوات المسلحة بشكل عام والقوات الجوية بشكل خاص. كان ليها نصيب الأسد في التطوير اللي تم من معدات، من تسليح، من بنية تحتية داخل القوات الجوية. ده أثره إن القدرة بتاعة القوات الجوية بقت قدرة كبيرة جدا، قادرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة عالية. بخص طبعا زمايلي وأبناء في القوات الجوية بالمجهود الكبير اللي بتقوموا به في التطوير الفرد وتطوير المعدة حتى اللي هي موجودة وفي الخدمة، وده أثره كبير جدا على تنفيذ جميع المهام اللي بنقوم بها بكفاءة عالية. مشاهدينا، ده كان تقريرنا عن افتتاح متحف القوات الجوية وأيضا المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة العيد 42 للقوات الجوية المصرية. النهاردة 14 أكتوبر حصل حاجات كتير جدا، تعالوا نشوفها ونرجع لكم مع فقرتنا الفنية والاحتفال بالعام الهجري الجديد، خليكم معانا. بكم مرة تانية ومشاهدينا، وده معاد فقرتنا الرئيسية التانية والأخيرة في هذه الحلقة. النهاردة 14 أكتوبر، أول محرم من السنة الهجرية الجديدة 1437، كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة. بمناسبة هذه المناسبة السعيدة، النهاردة صباح دريم عامل لنا كده احتفال صغير علشان نحتفل مع بعض بالسنة الهجرية الجديدة. مناسبة هذا الاحتفال طبعا معانا المنشد الديني الشاب محمود هلال. اهلا بك يا محمود. اهلا بحضرتك، صباح حضرتك طيبه وكل سنه طيبين وانت طيب.
وبالصحة والسلامة. محمود، احنا عندنا بقى حاجات كتير نقولها على الإنشاد الديني. أنا سعيدة إن في منشد ديني شاب اصلا، لان احنا متعودين دايما المنشدين الدينيين طبعا يعني بنحترمهم طبعا، كان لهم كل الاحترام والتقدير، بس الموضوع ما كانش في اقبال على عليه من الشباب. انا عايز اعرف انت ايه اللي خلاك تتجه ليه غير ان صوتك حلو يعني. تمام، هي يعني شويه انا حبيت الموضوع، يمكن يعني الانشاد الديني والتوشيح الديني والحاجات الدينيه دي من اصعب الموسيقى ومن اصعب الحاجات اللي بتؤدى على مجال الشغل في الموسيقى والنغم يعني طبعا. فانا حبيت الجو والاحساس، وطبعا سمعت بقى المشايخ بتوعنا زمان، الشيخ محمد عمران والشيخ طارق فاشني، كانوا بيقدموا حاجات مختلفه شويه، فانا حبيت ابقى مختلف كمان حقيقي. ونستغل صوتنا ونعمه ربنا سبحانه وتعالى في حاجه ترضي ربنا يعني، بعيدا عن الغنى وبعيدا عن الحاجات اللي بقينا نسمعها دلوقتي كتير. انت خريج ايه يا محمود؟ انا ليسانس شريعه اسلاميه جامعه الازهر. تمام. طبعا يعني انت اكيد بدات الموضوع، طبعا الموضوع غايه في الصعوبه زي ما انت بتقول، فعايز اعرف انت بداته من سن كام، يعني سن كام مين اللي علمك الحكايه دي؟ أو أنا من قبل ما أدخل المعهد، لأن أنا أبوه دخلني المعهد أصلا، لأن كنت بقعد جنب الراديو كده زمان وأسمع الراديو وأقول وأقلد المشايخ يعني اللي بيجوا في إذاعة القرآن الكريم. تعرف تقلدهم؟ أه شوية، دول فصاحل يعني. كنت بحب أسمع وأقول يعني، فأبوه دخلني الأزهر، فكملت بقى وبدأت في الإنشاد ده في حدود سنة 2008 كده بالظبط. تمام، يعني والدك هو اللي شجعك على الموضوع. طبعا. طيب انا عايز اعرف بقى انت يعني مين اللي ساعدك بقى في الموهبه بتاعتك، مين اللي علمك ازاي تعلي صوتك هنا تنزل صوتك هنا تقول دي بالاحساس الفلاني، مين اللي علمك الحكايه دي؟ هو لغايه دلوقتي حاليا استماع، مجرد استماع، ان انا بستمع للمشايخ بتوع زمان وبقلد بس، لكن انا ما قعدتش على شيخ وقال لي مثلا اعمل كذا واعمل كذا. ليه؟ يعني ما اتعلمتش لسه يعني، شويه مشغول وشويه عندنا في ما كانش فيه كتير مشايخ بيهتموا بالموضوع ده، وما كانش فيه تعليم للانشاد. بس حاليا من فتره قريبه جدا يعني اتعمل نقابه الانشاد الديني، وبدا يعملوا مدرسه للانشاد عشان يبداوا بقى يعلموا الشباب ويعلمهم الانشاد ويقولوا ازاي ويحافظوا على التراث بتاعنا القديم بتاع الانشاد الديني. طبعا احنا من الرواد في موضوع الانشاد طبعًا الديني، طبعا احنا من مؤسسين الانشاد. الشيخ علي محمود مؤسس الانشاد الديني على مستوى العالم يعني. انت مين من الشيوخ لما كنت بتقلده كده والدك كان يعني بتلفت نظره؟ انا اول ما قلدت كنت بقلد الشيخ نصر الدين طوبار، وبعدين بدات اسمع الشيخ محمد عمران ونقشبندي، وبقيت اسمع بقى المشايخ التوشيح بقى والحاجات التقيله قوي، الشيخ طه الفاشني والشيخ علي محمود. كنت بتقول الانشاد او التوشيح دي وانت فاهم معناها؟ في الاول لا، كنت مجرد ان بسمع حاجه حلوه فعايز اديها بس. كان عاجبك الصوت والاداء والموضوع؟ ايوه يعني عندي الموهبه فممكن اقول، فبسمع حاجه حلوه فخلاص بقولها، زي لاعب الكوره يشوف حركه حلوه بيقلدها. هو في الاول ممكن ما يكونش بيعرف بيعملها ازاي، فهو مجرد انه شاف حاجه حلوه فعايز يقلدها بس. بس انت ما حدش قال لك بقى ان صوتك حلو فممكن تغني اغاني عاديه كمان؟ لا قالوا لي والناس قالت لي تعالى غني ونعمل لك البومات غنى شعبي وحاجات كده. فانا ليه غنى شعبي؟ اشمعنى غنى شعبي يعني؟ يا هو عشان هو اللي ماشي يعني، صوتك قوي كمان. عايزين شغل الماشي بتاع. طيب هرجع للنقطه دي يا محمود، بس عايزك تسمعنا حاجه بقى. تسمعنا ايه؟ هنسمع حاجه اسمها الله الله. الله 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 لا إله إلا الله، أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، مثل حسنك ما رأينا في العراقين وشام. الله 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 لا إله الله، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع. الله 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 لا إله إلا الله.
الله ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله 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 لا إله إلا الله. أنا عرفت ليه بيقولوا لك تعالى يا غني عادية، ما شاء الله يعني صوتك قوي جدا ومعبر جدا، بس ده خليني أسألك، أنت وقت صغير ما كنتش فاهم المعنى قوي بس كنت بتقول الأداء يعني بتقلد الأداء، دلوقتي بتفرق بقى لما فهمت المعنى مش كده؟ كل معلومة الواحد بيعرفها عن الإنشاد أو عن أي حاجة عموما بيمارسها بتفيده أكيد. بس دي معتمدة على روح، إحساس، الكلام روحاني جدا، فمحتاج إن أنت تكون حاسس بيه جدا. من أكثر الأداءات يعني الإنشاد عموما لازم أكون حاسس قوي اللي بقوله ده عشان أقدر أديه وأوصله للناس كويس كله. يعني عندنا بيقولوا لنا في الإنشاد، الإنشاد روح، قبل ما يكون أداء فهو طبعا. روح طبعا. واللي يخرج من القلب بيوصل للقلب. صحيح، فلازم تبقى حاسس بالكلام. بس أنت لو حاجة مش قادر تحسها أو مش فاهمها قوي ما تقولهاش. يعني ممكن بقى بتبقى تجربه ان انا بقولها بحس ان انا احسها وانا من كتر الاولى فاحسها قوي يعني. في ساعات قصايد بجيبها بقعد اجرب فيها، يعني اقولها مره النهارده يعني شويه حلوه، المره الجايه خلاص بحسها اكتر فبقولها احسن، المره اللي بعديها بتبقى احسن لغايه لما تكتمل معايا وتبقى حاجه جميله في الاخر. محمود انت بتتمرن ازاي خصوصا ان انت لسه مش ملتحق بحاجه معينه تثقل الموهبه اللي عندك دي؟ تمريناتي كلها في ان انا احفظ الحاجات القديمه، يعني بحفظ التوشيح والاغاني الدينيه وكل حاجه قديمه يعني مشايخنا عملوها، فانا بحاول اقلدها واقولها. وساعات بقى بنطلع حفلات وشغلنا في الحفلات ده بيدربنا برضك وقوف قدام الجمهور ده كله مفيد لينا. يعني هي وقفه المسرح وقدام الجمهور دي تجربه لوحدها، بس انا بتكلم انت بتحافظ على صوتك ازاي؟ يعني بتقدر ان انت مثلا قبل لو عندك حفله بتبقى ليك مثلا طقوس معينه، تشرب حاجه، تاكل حاجه، يعني عايز اعرف انت بتتمرن كم ساعه في اليوم؟ بتغني كم ساعه في اليوم؟ لا هو مش تمرين يعني، بس دايما كده الواحد هو قاعد مع نفسه دايما بيدندن يعني مع نفسه. وقبل الحفله المشروبات دي طبعا يقولنا شرب كل اي حاجه دافيه وحافظوا على صوتكم بالنوم طبعا تناموا كويس، هم بيقولوا لكم كده. ده يقول لك النوم ده خميره الصوت، كل ما تنام كويس صوتك ده هيبقى يركز كده ويبقى حلو جدا. تمام. حقيقي لدرجه ان واحد شيخ يعني كنا بنتعلم معاه فيقول لي ايه، كل ما انت قاعد وقت نام، يعني لو انا فاضي ساعه نامها اي حاجه نام اي وقت فراغ عندك اضيف النوم. صحيح. وفي مثلا تمرينات معينه انا ساعات بشوف كده في بقى في الفوكاليز وفي تمرينات كتير، بس دي محتاجه حد يكون درسها صح وفاهمها. طب ما انت عارف اهو الحاجات ما بتروحش تدرسها ليه؟ ده انا متخيل انت مش عارف الفوكاليز. ما لا عارف والله، بس يعني شويه مش لاقي او يعني مكان الاوبرا، يعني ان شاء الله اروح الاوبرا واتعلم في الاوبرا باذن الله، لان هي اكتر مكان ممكن يقدر يعلمني. الاوبرا ومعهد الموسيقى العربيه الحقيقه بيعملوا تمارين اللي هي التفتيح او فتح الصوت الفوكاليز دي. أيوة مهمه فعلا. جدا دي مهمه لكل المطربين على فكره يعني. أيوة. بس ليكوا انتوا كمنشدين الموضوع بيبقى اهم، لان احنا بنبقى يعني بنسمع الصوت وتبقى يعني الموضوع كله صوت، عارف انت لو فيديو كليب مش معانا ميوزك ولا اي حاجه. ايوه بيبقى مزيكا على صوره على مش عارف ايه، فممكن نتلخبط في النص. انما هنا انت كمنشد ديني الموضوع كله في صوتك وفي احساسك اللي بيوصل للمستمع. تمام. موضوع بقى الحال بتاع الانشاد الديني في مصر، خصوصا ان انت شاب ولسه في البدايه وشكلك واضح انك عايز تكمل في الموضوع ان شاء الله. يعني انت راضي عن حال الانشاد الديني في مصر؟ صراحة. والله هو من بداية سنة 2000 كده يعني الإنشاد طبعا كان له وضعه زمان، لغاية شيخنا الشيخ ممدوح عبد الجليل كان الإنشاد ليه رونق كده وحاجة وطعم تاني خاص بالناس، والناس كانت بتعمل حفلات للإنشاد الديني في الأفراح وفي والمواسم، وكان حفلات كتير جدا وكان الإنشاد ليه وضعه جامد. بدأ شوية من سنة 2000 الإنشاد يعني بقى أصبح مهمل شوية، ما بقاش حد يتابع الإنشاد ومحدش يسأل عن الإنشاد كويس. ليه الإنشاد مرتبط بمناسبة؟ حاليا بقى مرتبط بالمناسبات، لان الناس بعدت، يعني الناس بعدت عن الانشاد، مش عارفين مش مقدرين يعني ايه فن انشاد ديني. كله غلطه مين دي يا محمود؟ والله غلطه ناس كتير، غلطه المنشدين وغلطه الدوله عموما وغلطه حاجات كتير قوي يعني. والاعلام ما بيهتمش برضه، حاجات كتير عايزه تتصلح.
المنشدين اهملوا الانشاد ليه وربطوه بمناسبه معينه؟ ليه ما عندناش دلوقتي منشدين مشهورين قوي زي بتوع زمان؟ زمان كانوا بيأدوا الحاجه بحب يعني، وكان المنشد يعني اخوه، كان المنشد لاخوه المنشد ده سند ليه يعني، لما يكون في حفله كان بيروح يقعد معايا. انا بسمع مثلا الشيخ محمد عمران كانوا بيقعدوا مع بعض كده عتاوله ما شاء الله يعني، يقعدوا تسمعي قاعدين كده بيردوا ورا الشيخ محمد عمران، كل واحد ليه اسامي وليه اسمه وليه وضعه بجد. والبطانه زمان كانوا بيجاملوا بعض جدا وكانوا بيأدوا لله يعني، بيعملوا الحاجه دي لله. دلوقتي كل واحد بيبص ان هي ماديا او الاول، وكل واحد بيبص لنفسه قوي، فالموضوع بقى فيه تنافر كده بين الشباب وبعضها، فما تلاقيش فيه نجاح في الموضوع. دايما احنا بنقدم حاجه حلوه وحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق سيدنا النبي، المفروض احنا اولا قبل ما نقول للناس تبقوا المفروض دارسين الحاجات دي اكتر من أيوة طبعا من الناس العاديه كمان المفروض والله. بس الدنيا بقت صعبه شويه من دول حقيقي فعلا. هو يمكن ان انتوا ان في يعني كتير من المنشدين بيرددوا الكلام، وده اللي انا كنت بقوله لك من شويه، بيرددوا الكلام من غير احساس، وبالتالي هم مش فاهمين، وبالتالي مش هيتبعوا يعني التعاليم بتاعه الموضوع يعني. انت بتقولي حاجه حلوه قوي ان هم كانوا قد ايه كانوا كبار، وكان كل واحد فيهم ليه اسم من المنشدين والمشايخ بتوعنا زمان، وكل واحد فيه فعلا رايح يقف ورا زميله مع انه هو كمان نجم في منطقته وبيرد وراه عادي. زي مثلا تمثيل دلوقتي مثلا المغنيين كل واحد كبار، مثلا تامر حسني وعمرو دياب كل واحد ليه قمه يعني. كان زمان بقى هما كده المشايخ دول، كان الشيخ طه الفاشني الشيخ كان بقى هنقول على الشيخ سيد نقشبندي لانه اقرب حد لينا. الشيخ سيد نقشبندي كان بيقعد تحت ايده والبطانه بتاعته، مشايخ كل شيخ ممكن يعمل بطانه لوحده، بس هو ليه؟ عشان شايف الشيخ سيد حاجه حلوه عايز يظهره، فيقف جنبه لغايه لما يظهر. نقشبندي من اروع الاصوات. طبعا يعني سبحان الله، ربنا اداله صوت خاص كده. صوت بتعرف تقلده؟ يعني ممكن. طب ما تسمعنا حاجه كده النقشبندي. تقيل انك بتعرف تقلد يعني، قول لي بقى عشان انا عارفه ان النقشبندي صعب، بس حاجه يعني فعلا يعني بيقول فعلا حاجه من قلبه، فعلا بتوصل لقلب الناس. وشوف من كام سنه لغايه دلوقتي الناس عارفه النقشبندي فعلا. ايوه من المشايخ اللي معلمه جدا مع الناس فعلا. اقول له حاجه صغننه كده، نسمع حاجه صغننه. لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن. يا رب ارزقنا الأمن، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. رائع. محمود انت اتعلمت ايه من النقشبندي؟ النقشبندي ليه طريقه اداء كده معينه مميزه جدا عن بقيه المشايخ، اتعلمت منه ايه؟ الشيخ النقشبندي رغم ان هو صوته ما شاء الله جهوري جدا، رغم انه بيقول باحساس فظيع يعني، قليل جدا اللي تلاقي صوته عالي ويقول باحساس. دايما اللي صوته بيبقى فوق ده بيركز ان هو فوق، فمتشعل زي اللي بيبقى شايل مثلا حمل تقيل، فبيركز ان الحمل ما يقعش منه. لكن ان واحد يشيل الحمل ده ويبقى مبسوط كده ومتمزج بيه، دي حاجه ثانيه. هو بقى بيقول يعني بيقول الطبقه العاليه دي لان هو ربنا رزقه بيها، وبيقول باحساس تحفه ما شاء الله. تمام. هو فعلا صوته مميز يعني، حتى في اثناء قراءته للقران وهو بيقرا ممكن ان انت تفهم المعاني يعني، يمكن حتى الناس البسيطه اللي ممكن بتفهم المعاني، لان هو بيعلي صوته بيقول بطريقه مثلا تون معين في الايات اللي فيها تحذير. لو تمام. ركزنا مع النقشبندي هنلاقي كده، ده اسمه تصوير نغمي في بالظبط. والايات اللي فيها طمانينه
بيقولها بطريقه تانية يعني، هو احساسه بيوصل حتى اثناء قراءته للقران بالطريقه صحيح دي. صحيح فعلا. ففعلا هو مدرسه طبعا. انتوا ليه مش يعني انا عارفه ان دي حاجه لسه وغلطه من الغلطات اللي احنا واقعين فيها منها كمان وزاره الثقافه ووزاره التعليم والحاجات دي كلها، بس محمود احنا عايزين المشايخ دي ندرسها للولاد او للاطفال اللي عندهم موهبه الانشاد الديني، مفيش اي مشروع على ده؟ مفيش حاجه نطلبها تطلبها دلوقتي من المسؤولين واحنا على الهوا؟ هو والله اتعمل يعني خلاص نقابه الانشاد بدات من سنتين اشترت يعني احنا عايزين وعملت مدرسه هي عملت مدرسه الانشاد، لكن المدرسه يعني فين بقى المدرسه دي؟ نقيب الشيخ محمود التهامي اه والنقابه عموما قدمت طلب للوزاره من سنه 2012، هي اشترت في 2012 فمقدمين طلب ان هم بس محتاجين مكان للمدرسه يعني يعني الشيخ محمود حاليا بيعمل بيختار بيأجر هو مكان على حسابه عشان يعلم الولاد والله. فهو مكلم الوزاره واتكلم مع كذا وزاره، طبعا الوزارات اتغيرت كذا مره، فكل وزير يجي يروح يكلمه يقول له احنا محتاجين بس مكان نعمل فيه نربي فيه اولادنا صح ونعلمهم صح، احنا بنحارب المفروض عايزين نربي جيل كويس ونعمل جيل كويس، مش هيجي الا بتعليمه حاجه كويسه يعني. فهو كان طلب الشيخ محمود بس انه يكون مكان نأدي فيه ده. طب احنا عايزين ننقل بقى طلب الشيخ محمود التهامي للساده المسؤولين لمن يهم الامر، احنا عايزين مدرسه للانشاد الديني. كنت بتقول لي بنحارب حاجه ورجعت في كلامك، احنا بنحارب التطرف. عارف اتحارب التطرف بحاجات بسيطه جدا زي دي عشان نرجع ان احنا رواد تاني في مجال كنا رواد فيه واحنا مؤسسينه هو الانشاد الديني. لما اهملنا الحاجات البسيطه دي بقت النتيجه اللي احنا فيها، سيبنا الفراغات كترت فبقى في تطرف وفي افكار غلط وفي بنعلموا الولاد حاجات، بنرجع نزعل بقى لما الولاد دول يكبروا يبقوا شباب ويبقى واحد متطرف واحد ارهابي واحد. انتوا يعني ترقيه الذوق العام بحاجات زي دي سهله جدا ان احنا نلاقي مكان نعمل فيه مدرسه للانشاد الديني، ما هو اماكن كتير يعني. انا مش عارفه ايه السبب ان احنا لسه لغايه دلوقتي مش عاملين مدرسه للانشاد الديني فيها، في اطفال كتير حابين. وفي اقبال جدا. ايوه شباب ما شاء الله كتير قوي قوي، كل دفعه بتبقى اكبر من اللي يعني دلوقتي الدفعه الثالثه بيقولوا احنا من كتر الولاد مش عارفين نقضيهم في المكان اللي احنا فيه من كتر اللي هم الناس. في مواهب كتيره اطفال. كتير ان شاء الله في هيحصل طفرة الانشاد باذن الله. يا رب يا رب. واحنا كاعلام المفروض ان احنا نهتم بقى بالاجزاء دي، وزاره الثقافه ووزاره التعليم نظرا الطلبات منكم كتير جدا النهارده بس كلها في الصالح العام. لو سمحتوا عايزين مكان لمدرسه الانشاد الديني ارجوكم، دي حاجه رائعه جدا، ومش عايزين الانشاد الديني يبقى بالمناسبات بس يعني، عايزين كل فتره كده ننعش الموضوع ان شاء الله. محمود هلال انا بشكرك وعايزين نسمع بقى حاجه نختم بيها فقرتنا الجميله دي. هنقول طلع البدر علينا بقى عشان نسيت الهجرة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذاع. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور، أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور أنت مصباح السرور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع،
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين يا مؤيد يا ممجد يا ختام النبيين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع. مرشد الديني محمود هلال بشكرك شكرا جزيلا. لا فرحني. كل سنه وانت طيب. حضرتك بصحة وسلامة. وبتمنى لك النجاح والتوفيق وان شاء الله قريبا جدا زي ما انت قلت طفره وانتعاش في الانشاد الديني في مصر. ان شاء الله يا رب نتمنى والله باذن الله. باذن الله. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بخير وصحة وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد ويا رب يا رب يسلم مصر ويسلم وطننا العربي من كل خطر ومن كل شر وإلى الأجمل إن شاء الله واللي جاي بإذن الله أحلى وأجمل هشوفكم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي 9 صباحا بتوقيت القاهرة حلقة جديدة وصباح جديد وصباح دريم باي باي.